till I need new shoes. Yeah, yeah. Said, don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Stop, don't stop, don't stop giving me things. مشاهدينا اليوم الاثنين 2 كانون الاول 2013 خلص الويكند يومين فرصه مرقوا بسرعه ومن دون ما نشعر اجى نهار الاثنين وكلنا رجعنا على اشغالنا ومسؤولياتنا اليوميه ودائما بنقول يا ريت ايام العمل اللي بتمرق بسرعه مثل ما بيمرق الويكند. على كل بتامل انه تكونوا امضيتوا اوقات ممتعه خلال هالفرصه واكيد استفدتوا من هالويكند حتى ترتاحوا وتتسلوا وتعملوا اشياء بتحبوها وبتنسيكم همومكم مع اشخاص وخاصه هموم العمل مع أشخاص بيسلوكن وكمان بنسوكن همومكن. الطقس الحلو كان بعده مرافقنا خلال الويكند بعكس اليوم ومع أنه بلشنا شهر الأعياد وبعد ما بلشنا نشعر بالبرد بتأمل يجي الطقس اللي بناسب بهالشهر وهالموسم كمان. ولكن ما حدا منا كان عم بيشتكي خلال الويكند، كلنا استفدنا من الجو الحلو حتى نعمل كل الأشياء اللي منحبها برات البيت. وهون لازم نفكر بستات البيوت أوقات مشوار صغير ممكن يخلينا نغير جو، فكيف إذا كنا عم نقضي معظم أيام الأسبوع بالبيت مثل ما ستات البيوت بيعملوا، ضروري نخصص لهم شوية وقت لإلهم ونهتم فيهم خلال الويكند مثل ما هن بيهتموا فينا نحن طوال الأسبوع. فاليوم ما أنا حبيت أبدأ حلقتنا من MTV Alive مع تحية كتير كبيرة لكل ست بيت عم تحضرنا. ما حدا لازم يستخف بالعمل اللي أنتوا بتقوموا فيه، بتستاهلوا كل التقدير لأنه من خلال إدارتكم للمنزل اهتمام بالأولاد وكل الأمور اللي أنتم بتقوموا فيها اللي يمكن نحن عادة ما بنفكر فيها بناخدها مثل ما بقولوا for granted أو نعتبرها تحصيل حاصل، أنتم بتأمنوا لنا الراحة النفسية والجسدية حتى نقدر نحقق كل الأشياء اللي بنعملها برات البيت. فتحية كبيرة لكم ويعطيكم ألف عافية. حلقتنا لليوم من MTV Alive أكيد مخصصة لكم ولكل الأزواج من وين ما كنتوا عم تحضرونا، إن كنتوا بالبيت بالمكتب أو وين مكان عملكم، إلا ما تلاقوا شي معلومة خبرية أو نصيحة تستفيدوا منها. اليوم راح نستعين بالمعلومات اللي حضر لنا إياها زميلي فادي بفقرة باركود حتى نتعرف على كل شي جديد بعالم التكنولوجيا. صباح الخير فادي. صباح الخير رولا، كيفك اليوم؟ أنا منيح ماشي الحال. كيف كان هالويكند؟ عظيم، كتير حلو. عظيم؟ زوجتك بتشتغل؟ صح. فمنا ست بيت بتقضي هيك معظم ايام الاسبوع بالبيت؟ لا لا، بس كان بدي اقول انا الويكند كان حلو لانه امبارح الاحد كان عندنا ديسكفر جميزي. صحيح، حكينا عنه قبل بالنهار بفتكر السبت. صح، كانوا ضيوفي وهيدي خطوه جديده ضمن سلسله من نشاطات عم بيقوموا فيها بمنطقه الاشرفيه. كل فتره عم بيختاروا حي بالاشرفيه هيك عم بيسلطوا الاضواء عليه وعم بيدعوا كل الناس حتى يكونوا بها او شاركوا بهالنشاط. وحسب ما عرفت في اشياء كثير حلوه لكل افراد العائله. سليتوا؟ اهم شيء انه ما كان في سيارات، ما كان في تلوث، خف شوي. كنتوا عم تتمشوا او على البايسيكلز؟ الاثنين، فيك بايسيكل فيك تتمشي. صح، وكل افراد العائله تسليت انت وزوجتك واولادك؟ حلو، هي هي الفكره لكل افراد العائله عاده. قد ايه لقيت هيك المحلات التجاريه عم تستفيد من هيك نشاطات فادي؟ بتتشجعوا اكثر لتفوتوا وتشوفوا شو عندهم هالمحلات وشو عم بيقدموا خاصه هلا مع بدايه شهر الاعياد؟ ما بالنهايه اذا عم تتمشي احسن من انك تكوني بالسياره، اكيد رح تلقي نظره من بمحل من المحلات الا ما تستفيد. صح، من شيء مثل ما بتامل نحن نستفيد من الاخبار اللي انت محضر لنا اياها. بعرف في اشياء قديمه عم بيطوروها، حضر لنا التفاصيل انا واصل عندك. صباح الخير لكل مشاهدينا. مثل ما كنت عم خبر رولا، مثل ما هلا كمان ذكرت انه في اخبار حكينا عنها سابقا وهلا رح نرجع نشوف وين صاروا، قد ايه تطوروا، شو عملوا فيها، واذا رح تصير بالاسواق ولا لا بعد هذا الفاصل.
فإذا من أول الأمور كنت بوقت سابق حكيت عن بارز لايف سيفينج هيدا فلاينج روبوت. هل بارز هو لأنه بيرجن شركة إيرانية عم بتطوره، هي اللي حتى شوي تساعد بإنقاذ ناس موجودين بالبحر. الفكرة هي إذا منتذكر كانت إير درون مثل هليكوبتر بس عندها أكثر من مروحة، وهل إير درون تقدر تحمل عدة إنقاذ، فينا نقول مثل البوية اللي بينكب للشخص اللي عم يغرق لحتى يقدر يهدي حاله فيه ويضل فايش. فالفكرة تطورت وعملوا عليها تستات كتير وصارت قريبا جدا راح تكون موجودة بالأسواق. الفكرة مثل ما كنت عم بقول هي هل إير درون بذات الوقت عندها كاميرا، عندها جي بي اس. الأفانتاج الكبير اللي فيها بالكاميرا انه قادره تعطي كل فينا نقول المعلومات للسنتر للمحل الريسكيو، تعطيهم المعلومات عن الموقع اللي صار فيه، يمكن حادث، غرق سفينه، باخره شخطوره، بوت صغير عم نحكي يمكن للصيادين. وبذات الوقت عندها اداه تقدر تخلص اكثر من شخص، ما هدول زي فينا نقول هدول البوي اللي نحن نقولهم لحتى يقدروا يخلصوا أكثر من شخص. كمان هي عندها هالجي بي اس اللي بيقدر يحدد الموقع 100% ونعرف مزبوط وين موجود هالحادث، وين صار. هلا بالنسبة لقديش بتمشي بالوقت الحاضر، هي على البطارية وبتمشي مسافة مش كتير بعيدة، عم نحكي عن تقريبا الرينج تبعها حوالي 5 كيلومتر ماكسيموم، وبتقطعهم بعشر دقايق تشريج وبتفضل البطارية رايحة وبطارية جاية. نعم. وفيها تشتغل بالليل وبالنهار، يعني حتى بالليل. هيدي من الأشياء اللي طوروها أو هاي من الأشياء اللي تطورت، حتى بالليل عندها أضوية LED فيها تكشف الموقع وفيها تضل هي مبينة على الناس اللي عبي شغلوها عبي طيروها. فالفكرة ريسكيو هي أهم شغلة هلا بالوقت الحاضر اللي عم يشتغل عليها. أنا شايفة بحر، نحن هلا بالشتوية. ما هي بالوقت الحاضر للبحر قبلنا نروح البحر بس طوروها هلا، بعدين بالخليج بالبحر على طول فيهم. صح. كل أيام السنة مدار السنة. صحيح. يقدروا يشتغلوا ويقدروا يستفيدوا منها. تحية لكل مشاهدينا بالخليج، دول الخليج العربي. هيدي أول فكرة، وتعملوا التستات لاحظوا إنه في فرق كتير كبير، يعني بين ما سبيح يوصل للنقطة أو هي تطير في حوالي هي تطير بياخد 22 ثانية، اللي عم يسبح بياخد 91 ثانية. فالفكرة شوي one third the time exactly. فمشان هيك عم يطوروها وعم يشتغلوا عليها، واكيد رح تصير بعد بهيك حالات بوقت. ثواني بتعمل فرق كثير مهم. 100% معك حق، ثواني بتعمل فرق. ثاني فكره حلوه كثير، على طول عندنا الكترونيك ديفايسز، تليفون، ايباد او تابلت او كمبيوتر او وات ايفر، تاتش سكرينز، كل هدول فيكون كل واحد عنده تليفون معين، كل واحد اخذ صوره معينه، بس كيف نبعث الصور لبعضنا؟ يعني أولا نستعمل بلوتوث في مرات. نعم. فينا نشتغل أو لا، أو نستعمل واي فاي. كمان إذا في واي فاي ولا ما في واي فاي، أو ما نعمل كمان فينا نبعثهم يمكن على إذا بدك سايتات التواصل الاجتماعي ونرجع ننزلهم ونعملهم داونلود ونسيفهم على تليفوننا. الفكرة الجديدة بعد كتير أهين بكتير وأسهل وأسرع. أسهل من هيك؟ أسرع بكتير. عندك هيدا هاي الفكرة، هي هيدا نيل، فيك نيل، فيها تكون رينج، إذا لحص الرينج بأصبعه للشخص، فيها تكون بريسلت. كل هيدول it's in touch، يعني يا دفر يا خاتم يا أسوارة. صح. الفكرة اسمها in touch technology. الحلو أنه الديفايس أو الصورة اللي بدك إياها تنعتبر أنت you touch the picture أكيد مع الابليكيشن الموجودة بتليفونك. بتليفونك بتاخدي نفس الأصبع لأنه أنت عندك هالرينج، الصورة بتنقل. لازم نكون حاطين هالرينج أو الأسوارة أو الضفر، بتنقل المعلومات لهالديفايس ومن هالديفايس يعني بتعمل سيلكشن. بتعمل سيلكشن ودغري بتعمل أبلود على تنعتبر الرينج أو الضفر أو البريسل. ترجعي تاخدي تليفون، حيالة تليفون تاني أو حيالة ديفايس تاني بدك تنزلي عليها، يو تاتش ات وبيعمل داونلود.
ابلود داونلود بكل بساطه بكل سهوله اكيد مع الابلكيشن اللي عنا اياها الموجوده المفروض يكون عنا اياها لنقدر نعمل يعني عملت سلكشن وشو برجع بعمل ماشي يو تاتش سكرين اوكي وبتنزل المعلومات حلو شغله كثير سهله كثير سريعه واو. فاذا هيدي ان تاتش وكانه ما عم نلتقط صور زياده بس عم نلتقط بس هيدا لحتى يسرع لنا نعم. اذا بدك نقل المعلومات في مش بالضروره يكون صور في يكون نعم. مرات فيديوز في يكون حتى يمكن دوكيومنت اشياء نستفيد منها بالعمل اكزاكتلي بس الفكره انه صارت شغله كثير بسيطه كثير سريعه وكثير سهله اتس ان تاتش تكنولوجي فينا نشوفها بس بمجرد انه نكون لابسين او هلا الضفر الفيك نيل او الرينج نفس الوظيفه وين ما كان وين ما موجوده وين ما كان حسب وين نحن بنرتاح اكثر اكزاكتلي exactly. وبذات الوقت ما عندك كثير سبيس تعبي حسب شو لابسه يعني البريسلت عندها سبيس اكثر ميموري بقلبها لحتى تنقلي المعلومات هي بتشتغل تقريبا على اكثر من الخاتم والخاتم اكثر من الضفر هي بتشتغل على راديو فريكوانسي فبالنهايه منك بحاجه لبطاريه لها فيها ترانسميتر ريسيفر ترانسميتر بقلب هالديفايس مع انتينا مع انتين صغير نحن اكيد ما بنشوفه منه ظاهر لبرا بس كل هدول الامور لحتى تقدري تنقلي معلومات من والى من ديفايس لديفايس ثاني شغلة حكينا عنها كمان كتير من زمان هيدي من 2011 هل ستريت فلاير اللي هي قلنا تذكر ضحكنا كثير غريبة لأنه ما توقعنا إلا الشخص يوقع هو معلق كان عم بطير الحلو بالفكرة أنه تطورت لدرجة أنه حطوا لها مطار يعني قبل كان لازم هالشخص هو بإجري يدفش لحتى يمشي بلا نسخة من 2011 لا صح كان لازم يدفش بإجري ترايسيكل وقتها اعتبرناها نوع من الترايسيكل بس ما عندها بيدلز بتذكر كيف قدمتها حتى فادي قلنا من رجعنا لعصر الفلينستونز اكزاكتلي برافو عليكي فريد فلينستون لانه هيك تقريبا كانوا يطلع فيهم هول يعتبروا سيارات بوقتها لالهم فهلا صارت كثير احسن لانه صرنا عم عندها موتور صارت موتور كهرباء بطلت رياضه صارت هالموتور عم يقدر يساعدنا لحتى نقدر نتنقل طب غيرونا هالبوزيشن اذا بطلت رياضه هيك هي الفكره بتعرفي شو طلعت اكثر شيء للاميوزمنت باركس يعني عاملينها لحتى ما بعرف للترفيه اتراكشن فينا نقول اكثر من انه لسبار او ل نتنقل فيها فمشان هيك صحيح هي البوزيشن كثير غريبه كان القياده بهالبوزيشن هي هو الشعور الجديد اللي بدنا نكتسبه الفكره كانك عم بتطيري الفكره كانه يور فلاينج لايك سوبرمان لانك مش عم يعني انت معلقه اكزاكتلي معلقه بس عم يور ستيرنج مع وعم تمشي فيك وعم تمشي هي بسرعه كنت عم بقول تقريبا بالوقت الحاضر بين 16 و20 كيلومتر بالساعه هلا مع سرعتها مع هذا الموتور مع انه رح تتطور وتصير توصل لتقريبا 40 كيلومتر بالساعه لانه بعرف انه وزنها خفيف كثير صحيح وحسب وزن الشخص اللي معلق فيها يعني عم نحكي هون على شخص وزنه تقريبا حوالي 82 فرق كبير بين 50 و100 كيلو قد ايه ممكن تحمل في ماكسيمم مش حاطين قد ايه الحمل حاطين انه على 82 كيلوغرام هالقد بتعمل سرعه ولكن كل ما كان اخف بتصور كل ما قدرنا نوصل لسرعه اكثر حسب إيه اذا عم نمشي فلات ولا بنزله اكيد لازم يكون في عندك وزن لتسرعي اكثر ما بيناسبني وحتى قالت رح احكي عن اخر فكره بس حلوه كثير الفكره لانه كثير ناس عندها مشكله بالطياره بتطلعي بالايكونومي كلاس على طول الكراسي صلوا من زمان لهلا على زيت القياس بينما في شركه طورت هذه الفكره وبطلت حجم واحد صرت انت بتشتري الحجم اللي بدك بالطياره يعني بتشتري بدل 2 سيتس بتشتري القياس اللي بدك اياه في للصغار في للكبار وانت بتغيري بالديزاين تبع السيتس يعني هدول عاملين من adjustable من قماش شو ذكيه بطريقه انه بياخذوا فورمه الجسم لحتى يريحوا اكثر وبذات الوقت ما بقى تزعج اللي وراك لحتى بس هون سؤال كثير مهم واكيد عم بفكر فيه المشاهدين هل السعر
يعني رح يختلف شوي حجم الكرسي اللي انا بطلبه. اكيد اكيد رح يختلف شوي السعر، يعني هون الضعف قد ايه بيوفر لنا مصاري سبب اضافي مشاهدينا حتى تحصروا كم كيد تخسروا. هذه صوره تشوفها كيف بيتغير شوي بالقياسات. حلوه كثير الفكره فادي، ما بقى معنا وقت اليوم، بس بتمنى عليك ترجع تخبرنا بالتفصيل اكثر عن التطور الجديد، لانه بتصور كثير رح يستفيدوا منه خاصه. صحيح. هلا ما بعرف اذا وصلت لعنا شركه معروفه. لا بعد طيب ما بلشوا للطيران هي، بس بعد بس عم يعملوا تستات واكيد بكره بتصير بكل الطيارات. خبريه كثير حلوه، ثانك يو لك فادي. مشاهدينا حلقتنا بتكمل بعد البريك.